أعتقد اليوم أنها ستعمل هذه الدول من تقديري الشخصي ومن زاويتي الخاصة إلى تبريد الأزمة أو الصمت الاستراتيجي حتى لا تأخذ الأزمة مداها. قطر هرولت في جميع الاتجاهات وجدد الأبواب مثل ما ذكرت موصدة، إلا الباب أو خط العودة الوحيد الذي أمامها هو باب الاتجاه إلى محاضنتها الطبيعية والخليجية الرياض. إذن اليوم أعتقد أنها نعمل على عامل الوقت، نعمل على تعنت قطر على ماذا ستفعل قطر خلال هذه الخطوة القادمة بعد أن جميع الأبواب التي اتجهت إليها وجدتها موصدة. السفير الصيني في الأمم المتحدة قال أنه يجب أن تحل داخل مجلس التعاون. من حضر من سفراء الدول سواء ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني أو حتى الرئيس التركي، كلهم يدعمون الوساطة الكويتية التي بكل أسف سعت قطر إلى إفشالها وإجهاضها عبر أكثر من طريق.